كل اللي بيعملوا فيديوهات عملوا فكرة يوم كامل بلون معين، وطبعا سر النجاح في صناعة المحتوى انك تفكر برا الصندوق. فالنهاردة هنعمل يوم كامل بسكنات البنات، ومفاجأة هنا ان معايا في الاكاونت ساكورا بنت، فالموضوع هيكون جامد جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جايلكم فيديو جديد من قناة دريتوس جيمنج. فيديو النهارده رجالة هيبقى فيديو جامد جدا، عشان فيديو النهارده بره الصندوق. بره الصندوق ازاي يا معلم يا غلبان يا حلو انت يلا هتحط لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتظبط الكلام. ان احنا كله بيعمل ايه؟ كله بيقول لك يوم كامل باللون مش عارف ايه، يوم كامل باللون ايه. النهارده هنحول حسابنا لمده يوم كامل لحساب بنت، وطبعا احنا معانا ساكوره في الاكونت وساكوره بنت كمان، يعني الكلام هيبقى على المظبوط وهيبقى على التمام. فانت لازم تتفرج على الفيديو النهارده من اوله لاخره، عشان في حاجات كتير قوي. مش بس هنعمل سكنات ونغير الاسلحه نخليها بنات ونغير اللبس، لا احنا هنخش كمان على العالمي او العشوائي ونشوف رده فعلهم، وهخش على اصحابي اشوف رده فعلهم، وبعد كده كمان هنلعب جيم ونشوف رد فعل الناس وتشوفوا الاحتراف والجمدان. فبصوا يا جدعان، بصوا انا الفيديو ما بحبوش يبقى ممل كده، انا بحبك تبقى مجنون معايا كده. فانت روح جيب لك حاجه ساقعه، روح جيب لك كيس دوريتوس وصورهم مع الفيديو وابعتهم لي على الانستجرام. هتلاقي الانستجرام بتاعي تحت وانا هنزلها لك على طول، وهتخش على جيف اواي كمان. يلا يلا الناس اللي هتعمل كده هتخش على جيف اواي. شفتوا شركه دوريتوس بعمل لكم اعلان ببلاش، اعلان ببلاش اهو عشان تشوفوا بس ايه ان انا راجل محترم، ويعني ادوني اي حاجه. طيب اي فلوس؟ طيب انتوا شركه غنيه. ماشي 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 ماشي، كلمني بقى رقمي تحت. وخلينا دلوقتي نظبط الاكونت، وغير كل ده كمان هسمي الاكونت اسم يخرب بيت الضحك، يعني هتشوفوا جمالك ده، انا هتشوفوا جمال في الفيديو. هغير الاسم، هبهدل الاكونت، هدخل على عشوائي. جمال جمال، انتوا تتفرجوا على الفيديو، واهم حاجه تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان نوصل الفيديو ده 65,000,000,000 لايك. بصوا عايز الفيديو ده يتغربل، يلا سيبكم على الفيديو الجامد جدا. وطبعا اول حاجه هنغير الشخصيه ونخليها شخصيه بنت. وطبعا الناس اللي ما تعرفش هتديات اي حاجه مش فارقه. وطبعا الناس اللي ما تعرفش ان انا معايا ساكوره البنت، طبعا كنت 141 شاره متهيألي، انا ناسي، كنت 141 شاره في الشرايط بتاعه الساكوره، فمعايا القناع بتاع البنت. خلينا نخش على الخزنه ونشوفه هنلبسها ايه بالظبط. اول حاجه طبعا وهنلبسها القناع بتاع الساكوره. شايفين يا جدعان الجمال والجمدان؟ انت كيوت، انت قمر، انت ماشي هنتخرفن على نفسنا. ماشي ده بتاع الفار، بس نلبسه ايه؟ نلبسه ايه؟ وانا ينفع البسه ده؟ ايه ده؟ طب ما حلو ده، ماشي. وانزل كده، انزل ورينا حلو ده، ده جمدان، ده جمدان. ورينا كده بقى تحت البنطلون كده يا جدعان، انا مش عارف بصراحه البسها ايه. حلو الازرق ده بتاع الفار بس متهيألي، صح؟ ده بتاع الفار بس، نلبسه لها ولا نلبسها يا جدعان؟ انتوا قولوا لي برده. ايه ده؟ الله الله الله، عيب 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 عيب، استري نفسك يا بت، استري نفسك، ما عندناش الكلام ده. ايوه كده ماشي، نلبسها ده ولا ده؟ لبسها ده عشان ده لايق مع البتاع اللي فوق ده. ماشي وريني كده حاجات اللي فوق دي، في حاجات حلوه ولا ايه؟ في بكيني وقله ادب، بس احنا محترمين، احنا محترمين. وهات كده، انزل تحت وريني لبسها الزنوبه دي، حلوه الزنوبه دي، بس كده شب شب مع ساكوره مع كلام يعني يحترم. دي كده انت كده قمر، انت انا هتخرفن عليكي، انا لو شفتك في اللوبي هتخرفن، مش عارف هتخرفن على ايه، بس انا هتخرفن عليكي. خلينا بعد كده نخش على الحيوانات الاليفه ونشوف حاجه كده تنفع للبنات، فاهمين؟ وريني الملابس كده، ده ينفع ده؟ لا تعالى نشوفوا حاجه ثانيه كده يعني، فاهمين؟ فيها احمر شبه ده كده، فيها الحاجات دي. وريني البطريق، بطريق معناش، معنا حاجه ثانيه احنا؟ اه معنا ده، حلو قوي ده، ينفع كالبوباتي كده، ده بتاع مطابخ، تحسه كده ايه، جا من المطبخ كده، يعني حاجه كده استغفر الله العظيم. تزويد يا ابني، تزويد. نسميه ايه؟ ايه رايكم نسموه ايه؟ نسموه ايه؟ نسموه مطبخ. يلا مطبخ، حلو مطبخ، ايوه مطبخ، بس كده انا ومطبخ في اللوبي هنظبط الكلام، انا ساكوره والمطبخ اللي جنبي، يعني ساكوره مطبخ على طول، اصل انا حولت كل حاجه بناتي يبقى اكيد مطبخ. فيديو النهارده يا جدعان برعاية المطابخ، برعاية المطابخ، كل المطابخ اللي هتتفرج على الفيديو هتتبسط. البنات اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي تكتب دلوقتي في الكومنتات. وموضوع مطبخ ده مش عارف بيضايقكم ليه، هي مش معايرة يا جدعان، البنات بيعرفوا يعملوا أكل فعلى طول في المطبخ، إيه المشكلة يعني؟ بس مالهمش في فري فاير بقى والكلام ده، ما تتدخلوش في الشغل ده بقى، خليكوا في المطبخ بقى، اعملوا لنا أكل وبتاع. طب يا جدعان أنا الدغري جعان يا جدعان، ما فيش أي بنت كده تعمل لي أكل. ماشي ماشي ماشي، غلبان والله أنا غلبان. ماشي خلينا كده ندخلوا على المجموعة ونشوفوا إيه اللي ينفع. سيبك من الرقصات، هات ده كده مثلا الأحمر، ماشي نخليها الأحمر، ودي نخليها اللون ده، ماشي. وهنا نخليها إيه؟ هات المكلارين، حلوة المكلارين، ولا دي؟
خليها المكلارين. هي البنات بتحب الفلوس عامه، فانت تجيب لها عربيه مكلارين كده تحط لها مكلارين تحبك على طول. لا بهزر بهزر، في بنات تانية محترمه يعني. ماشي خليها في الموف. بص يا جدعان، الحاجات الوردي، الحاجات الموف، الحاجات اللي الحمراء، الحاجات دي اللي بتنفع. سيبك من شنطه الساكورا دلوقتي، وخلينا عايز شنطه كلابي. ايه اللي انا كلابي؟ ايه شنطه مطابخ كده حلوه دي، دي بتاعت الفار بس الاول برضو، ويعني وردي كده وشكلها بناتي. تمام، خلينا نشوفه. الاجنحه معناش اجنحه اصلا، وهات بتاع السكوره، بتاع السكوره هينفع اللي هو الوردي شويه ده، وبعد كده صندوق الغنائم في بتاع السكوره ده ينفع على فكره. سيبه مظله بتاع السكوره برده ينفع، بس ممكن نغيره. ماشي ده ايوه حلو ده قوي، ده توحد كده. البنات اللي هم بتوع كاتنج ناو ومش عارف السرايات حزينه وصاحبي خني وغضربيه ومش عارف ايه، هم ده اللي هينفع معاهم. ماشي الشعارات، الشعارات مالناش دعوه بيها. خلينا نخش هنا، هات البت دي، هات البت دي، يلا يلا. ماشي هات كده الرايه، خلينا كده نشوف الرايه نحط لها. عايز حاجه كده في الوردي فاهم، ممكن ده برده، ممكن ايه تاني، ممكن ايه تاني. ماشي خلينا في ده كده، تزويد حلو قوي. ماشي اطلع كده، ده كده كده قمر، كده كده انت قمر، كده انت قمر. هنخش لسه في الاسلحه ونظبط الكلام. خش لي يا ابني في الاسلحه ونشوف الاسلحه اللي تنفع في الالوان البناتي. هات بقى الحاجات اللي هي فيها موف والكلام ده. تمام ده ايه ده، ايه ده، ايه نظامه ده، ينفع ده صح ولا ده؟ خلينا في ده، خلينا في ده، شكله حلو برضو. ماشي والاي كي ام معناش حاجه عدله في الاي كي ام، فخليه الازرق. وبعد كده السكار، وده اللي هينفع قوي وهحطه في عرض الفريق طبعا، السكار اللي هو الوردي ده. بصوا يا جدعان بناتي، بناتي بصوا المنظر، جمال يا جدعان، ده جمال. ماشي وريني كده الجروزه معناش حاجه ليها اصلا، وورينا السلاح بعد كده ده برضو. ماشي والام الاكس ام 8 عشان بتعوزوا تنمروا عليا وانا بنطق الاسلحه غلط، اكس ام 8. ماشي معناش اصلا انا بخش يا جدعان على الحاجات اللي ينفع على طول احط فيها الوان حلوه. فخلينا ندوس التزويد على ده ونشوف الفي اس اس، سيب الفي اس اس وسيب ده برده، والحاجات اللي هي معايا حاجات منها يعني، معايا حاجات تنفع للالوان اللي هي بتاعت البنات دي. شوف القناصه طبعا، انا هحط الكار اللي هو ده وشكله بناتي قوي. خش على سلاح المشاجره طبعا، معيش غير الطاسه دي وهي موف، فخلينا في الموف. والسكينه برده موف اهي حلو قوي. ودي ممكن نحط لهم جيتار، جيتار البنات بتحب العزف فاهم، وشويه محن كده، فخلينا في الجيتار. خلينا بعد كده نشوفوا في السلاح اللي هو ده وفي ده، يعني ما حناش غيرهم، فخلينا في ده، خلينا في ده. ماشي وطبعا السكينه هحط لهم الشبشب. انتوا عارفين طبعا البنات يعني لما بيديها الصحه كده وبيتجوزوا ويكبروا ويبقوا امهات بيستخدموا الشبشب في ايه؟ اللي عارف يكتب لي في الكومنتات، انتوا عارفين اكيد بيستخدموها في ايه يعني. كل الناس جربت الشبشب يعني مش هتكسف من حاجه، بس كل الناس جربت الشبشب وهو صغير. بعد كده القنابل و شايف بتاعت بابا نويل دي اللي تنفع، روح كده اه هي بابا نويل. وقنابل دخان معناش حاجه فيها اصلا. وبعد كده دي ممكن نحطه ايه، نحطه ايه، انا معايا الموف دي. ماشي خليها الموف دي، وبعدها اخرى نشوفه ده كده. ده بناتي حلو وده لونه حلو برده، خلينا في ده، خلينا في ده. ماشي وهنا معانا ده برده لونه حلو وبس كده. ودلوقتي احنا ظبطنا كل الاكونت، فاضل حاجه واحده وهي الاسم، وبعد كده هنخش في العالمي ونشوف الناس بتقول ايه، وهخش لاصحابي ولاخويا التوأم بالذات واشوف هو هيرد ويقول ايه. بس لازم اغير اسمي، وبعدها هنلعب جيم كمان. فالفيديو بتاع النهارده يا جدعان جمدان، خلينا نغير الاسم، انا مش عارف بصراحه اغيره واخليه ايه، فخلينا كده ندوسه. ماشي خلين ايه، خليه ايه، استنى كده مش عارف، مش عارف يا جدعان. عمتك ساكورا مثلا، عمتك ساكورا، ولا ساكورا السافله، ساكورا ساكورا السافله، سهله لو كتبت والله لا اكتبها، ساكورا السافله، السافله يا رب يا رب تكمل السافله. لا لا مش هكمل يا جدعان، امسح لي كده السافله، ايوه مش هكمل الصيعه. لا ساكورا عمتك ساكورا، يا رب تكتب ايه، يا رب تتكتب بس ساكورا. حلوه قوي عمتك ساكورا، تاكيد. بصوا غيرت الاسم يا جدعان، عمتك ساكورا. وريني كده يا زميلي يا جمدان، بصوا الاسم عمتك هو لسه متغيرش هنا. ماشي عمتك ساكورا، خليني هو على فكره متغير فوق فهو اتغير. تمام عمتك ساكورا. دلوقتي احنا هنخشوا في العالمي ونشوفوا ايه رده فعلهم، وبعد كده هخش لاخويا التوام، وبعد كده نلعب جيم ونخرفن الناس وهنظبط الكلام. ولو انت ما حطيتش لايك لحد دلوقتي حط لايك وسبسكرايب وفعل الجرس، عشان الفيديو بتاع النهارده دمار وجمدان، ويعني هتشوفوا عظمه. خلينا دلوقتي نشوف اول ضحيه وايه اللي هيحصل. يلا ادي له قلب، ادي له قلب، ادي له قلب. انا عارف ان هو هيتخرفن. ايه ده، ايه ده، في ايه؟ الو ايه اللي حصل ده يا جدعان، يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ مش ساكورا دي ومكتوب عمتك ساكورا؟ يلا تخرفن، يلا في ايه، يلا. ماشي ماشي نجرب واحد تاني، نجرب واحد تاني. ماشي وريني ده،
ايه بس بس اسكت 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 اسكت، الله يخرب بيوتكم وقرفتونا ومليتوا البلد، الله يحرقكم. اسكت اسكت يا جدع، دخلني مع حد تاني يا عم، وريني ده كده وصل اهو هيدخلني، اديني قلب بقى، هو معاك البرنس وايوه رقصه كده يا جدعان. في يا جدعان ايه ده ايه ده، وانا عندي بنات ساكوره؟ انت مين يا ست انت؟ ايه الجمدان ده؟ ده ايه الحلاوه دي؟ ايه ايه ده، في ايه ده ايه؟ انا خلاص انا بقى عندي بنات ساكوره يا جدعان. ده ايه العظمه دي؟ ده ايه الجمدان يا مزه؟ اطرب مزه. يلا 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 نسكرك غلابه، يلا الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. بصور فيديو على اليوتيوب الله يحرقك. ويلا بينا يا جدعان، دخلت انا والمطبخ بتاعي في الجيم، اي حد يعبرني بقى، اي حد يحسسني اني ساكوره كده. في يا جدعان والله العظيم ساكوره بلاستيك، ده ساكوره بجد، انا ماليش غير المطبخ بتاعي. تعالى يا مطبخ، تعالى انا ماليش غيرك يا اسطى. ايه ده، في واحد اهو اتخرف. تعالى خروف، تعالى اعمل لي قلب بقى يا اسطى، حسسني باي حاجه بالله عليك، اعمل لي قلب. طيب طيب اي حاجه. طيب يا جدعان انا ساكوره يا جدعان، والله العظيم انا ساكوره، انتوا ليه بتعاملوني كده؟ ادخل سكواد يشتمني. يلا يا عم يلا يلا يا عم يلا يا عم، انتوا في ايه بتعاملوني كده؟ لا يا جدعان، ادخل سكواد يشتمني، اخش عشوائي يشتمني، اخش لاصحابي يشتموني، انتوا في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ انا ماليش غير جيش الغلابه، انا ماليش غير جيش الغلابه، انا هطلع غلي فيك. انت تعالي تعالي تعالي، خدي في دماغك كده، احتراف والله احتراف. انتوا ايه ده، ماشيين على الله كده؟ ايه ده، في ايه الواد ده واقف كده ليه؟ تعالى، هو العيال دي مالها يا جدعان؟ في ايه، تحس ده بيصحيها؟ ما شاء الله عليك يا اسطى، ما شاء الله عليك، العيال داخله ايه على الله كده؟ احنا معاكوا، ها احنا معاكوا بنلعب. يلا يلا بينا بقى نجيبوا الام بي 5، الام بي 5 بتاعنا ونظبطوا الكلام. ايه ده، اشتريت فيكتور من غير قصد يا جدعان. تعالى يا بسكوته، تعالى يا بسكوته، انا ادينا جاي عليا بسكوته، يعني خرجني من الكتابه يا بسكوته. وحتى المطبخ، ايه ده، حتى المطبخ سابني. انتوا فيها يا جدعان، فيها يا جدعان، قدروا الساكوره ده يا جدعان، مش ببلاش ده والله. فين 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 فين، تعالى تعالى، فين الناس فين الناس؟ اهو في شجره اهو، ماشي على الله برضه، العيال ماشي على الله. مات، بصوا بقى يا جدعان، لما بنت تلعب موت يا خنزير، موت يا وحش، موت يا وحش. لما بنت تدخل لما بنت تخش مع تيم، موت يا وحش، موت يا خنزير. بص البنات هتصيح، ايه ده، هتصيح ايه، هتصيح احلى صياح في الكومنتات دلوقتي. يا جدعان انا بهزر يا جدعان، انتوا ليه بتاخدوا الموضوع على قلبكم كده؟ عادي يا جدعان عادي، والله العظيم كلنا بنهزر مع بعضينا، واحلى جيش غلابه في الدنيا. انا بحبكم اصلا، يعني اي بنت في جيش الغلابه انا بحب، لا مش بحبك اللي هو حب، يعني مش حب اللي هو حب اخوي، انتوا فاهمين ولا ماشي ماشي. المهم دلوقتي ان احنا معانا فيكتور والسلاح الجديد، انت فين يو؟ انا اقعد الف عليك، انت فين؟ استغفر الله العظيم يا رب، يا عم انا هنتحر. يلا يلا، انت فين؟ طيب انت فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه في ايه يا اسطى؟ صحوني، طيب صحوني، والله العظيم انا ساكوره واقع في الارض، ساكوره وبشحن، هشحن لكم، صحوني. يلا يا عم، انتوا ثلاثه بتضربوا عليه مش عارفين تجيبوه، الله يخرب بيوتكم يا جدعان. في يا جدعان، في يا جدعان، انتوا كبرتوا الموضوع او صحيني يا ابني، صحيني بالخير اللي في عينك. بصوا يا جدعان، سكه ودغري جبت فيكتور، قلت لازم اخويه فيكتور تاني، مش منوبها، لا انا قلت اخويه يعني اسيبه لوحده، لا حرام. تعالى كده خد هيت اهو، احترق الولد دي، ده بوت ده ولا في يا جدعان؟ انتوا ليه حاسين ان انتوا داخلين ضاربين شريط صيني فبين انت وداخل كده على الله، مش عارف تصن دي فري فاير ولا لعبه ايه؟ ما علينا ما علينا، فين الناس فين الناس؟ فينك يا اسطى؟ انا عايز كلات، انا عايز كلات، الدنيا جايه عليا والله يا جدعان، والله العظيم الدنيا جايه عليا، حتى البنات هتيجي عليا دلوقتي يا جدعان. اي بنت تدخل تتكلم معايا نص كلمه كسروا عضم وشها، ودي احلى تحيه لجيش الغلابه. يلا اضرب في السماء، اضرب يابا اضرب يابا، احلى جيش غلابه. كفايه منوبه بقى، ونجيبوا ام بي 40 بقى، هتشوفوا الاحتراف، انا هوريكم الاحتراف وهوريكم الجمدان. ام بي 40 يعني الدماغ على طول، جيش غلابه ما بيرحمش اي حد من جيش الغلابه، يعني جمدان. بصوا التيك توك بيبعت لي رسائل، ما علينا، جيش الغلابه يعني جمدان. انت لازم تبقى كده ايه، تجيب ام بي 40 وتدخل تغربل العيال، تغربل ايه العيال، يعني هو الفيكتور لسه على الارض؟ تعالى كده، في فيكتور اهو، طب ماشي يا جدعان. يا جدعان يا جدعان، يعني انا يعني عشان انتوا فاهمين طبعا. ايه ده، في ايه، بيعمل ايه ده؟ تعال 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 اقعد. ايه ده، يخرب بيت المنوبه. بصوا يا جدعان، يعني انا الحمد لله يعني نوب، فانا مش عايز حد يكتب لي في الكومنتات ان انا نوب، انا نوب يا جدعان، بس لما بلعب رومات بغربل اي حد بيلعبني، وبندب اي حد بيرقص دق في التيك توك و
استغفر الله العظيم انا مش I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my